دوري ابطال اوروبا لو تسالونه سيقول الاصعب. ترجع الكره عن طريق جابي القائد جابي ضربات الرؤوس واول لقب حسم بالراسيه عن طريق بازيل بولي للوام في منشن على فريق ميلان وهدف اول الهدف الاول للاتلتي جول 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 عملوها بالرؤوس ضربوهم بالرؤوس قاتلوهم بالرؤوس ويتقدمون في اواخر الشوط الاول 1-2-0 الريال إيكر كاسياس لم يقدر والكرة الأولى في الجول عن طريق جودين عن طريق الأوروغواياني ابن السلستي يضرب برشلونة ويقهر الريال من أين لك هذا؟ من أين الرأس هذه؟ من أين يا ابن السلستي يا ابن مونتفيديو؟ 1-0 للكبير الثاني العاصمي لا تغضب مني يا الأتلتي الثاني لأنك 1903 أصغر في السن وأقل في الألقاب وممكن الأقل في الجمهور ولكن الأكثر طموح إيش وينك وينك يا خديرة فينك جودين أعلى من الجميع ما قبل الأخير أشوف البنك البدلاء أعصاب والكرة من مودريتش آخر كرة تمشي بالرأس جول أتو الملكي ريال مدريد الملكي يتعادل قبل الأخيرة ضاعت والأخيرة دخلت قبل الأخيرة ضاعت والأخيرة ضاعت والأخيرة دخلت 1-1 يا المرنجي 1-1 يا الريال ألم أحذركم يا الأتلتي ألم أقول لكم شوارزنباك البارحة شوارزنباك والليلة سيرخيو راموس اكتبوا سيرخيو راموس اسم ملكي على قبيلة الملوك راموس جولاتو ديل كازابلانكا ريال مدريد هدف لهدف مش ممكن بالقوة تدخل بالبونية تدخل بالساق تدخل بالراس تدخل راموس يدخلها الشباك الله يا ترجع عن طريق موراتا ألفارو موراتا يهرب الكرة عن طريق دي ماريا شجريه دي ماريا جول جولاتو ديال ريال اكي جارث بيل اسوأ لاعب في المباراة يحقق العاشرة الأسطورية الله يا بيل يا راضي والديك يا مرضي والديك جاب الري جاب كاس بلاتيني مش ممكن أسوأ يوم لجارث بيل في المرنجي يسجل الثانية للريال جارث بيل عن طريق دي ماريا يصنعها دي ماريا يفعلها بيل يدونها يسجلها يلونها بلون الأبيض الملكي افرح يا ملك إسبانيا خوان كارلوس الآن سعيد 100% كيف لا والأبيض فعلها الهدف دي ماريا سامحوني الهدف دي ماريا مريتوش جول بيل دي ماريا جابها دي ماريا سجلها دي ماريا جول في مرمى كورتوا الريال 1920 مارسيلو جولاتو الترسيرو دي المرنجي مارسيلو ودي ماريا يقلبون الطاولة على الأتلتيكو مدريد بالثلاث يا الريال بالثلاث يقسمون بالثلاث يحلفون بالثلاث الكأس بيضاء ملكية بجدارة واستحقاق انهار الروخي بلانكوس انهار الهنود وتمكن الريال من الظفر بالعاشرة الأسطورية في غياب فورمة النجوم وفي غياب تشابي الونسو مارسيلو قال جبناها بالقلب نعم كان لقاء العواطف وكان الأحاسيس وكانت كرة مارسيلو للثالث في التاريخ مارسيلو يضرب الدفاع يتحل والكرة تفتح والأبواب تحل وتتحل قدام الريال من أجل الديسيما العاشرة يا المرنجي العاشرة احترام الجار ورا من كريستيانو رونالدو الكوارتو ديل مرينجي الرابع للريال يا
الكرة، اكسترا تايم الثاني، انهيار لاتلتيكو مدريد. انشيلوتي يعادل رقم بوب بيزلي، ثلاثة الشامبيونز ليج، والريال الليلة يا جماعة يصبح أربعة الشامبيونز ليج في العصر الحديث، في عصر الأسود والأبيض الريال الأفضل، وفي عصر الألوان الريال يحقق الشامبيونز الرابعة. 98 2000 2002 2014 متجاوزا الميلان عنده ثلاثة، وفي برشلونة عنده ثلاثة. ضربة جزاء صحيحة والريال يسجل الرباعية الخالدة عن طريق الدون.